عيد الميلاد من العيد الجميلة الحلوة اللي فيها نقدر نقول انشودة الميلاد، المجد لله في الأعالي وعلى أرض السلام والناس المسرة. المجد لله في الأعالي في القلب في العقل، العقل ليكن فيكم الفكر الذي في المسيح يسوع. في ولادة المسيح نستمتع بوجود الله في أفكارنا في عقولنا. الأمر الثاني وعلى الأرض يعني في القلب، ليملك المسيح على قلوبنا ويجعله مزودا ليتبارك بوجوده في داخل القلب، القلب النقي، القلب الطاهر، القلب سكنة المسيح في الداخل. وبالناس المسرة في العمل السلوكي في السمات المسيحية في السلوك المسيح الجميل، أن احنا نكون على صورة الله ويقرأ فينا صورة المسيح الحية. كل سنة طيبين، عيد الميلاد المجيد من الأعياد الجميلة اللي احنا بنحتفل بها في كل عالم، ونهني أيضا كل الشعب المسيحي في كل مكان، والكل يتبارك بهذا العيد العظيم. ونطلب من ربنا أن ينزع عن العالم الحروب والكروب بصلوات كل القديسين وبميلاد يسوع ملك الملوك ورب الأرباب. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة ومصر كلها بخير، ومصر كلها إيد واحدة بأقباطها ومسلمينها، وإن شاء الله يبقى عيد سعيد علينا وعليكم وعلى كل مصر إن شاء الله.